مرحبا أستاذ، أتمنى اللجنة المشتركة من الجانبين عليكم السلام ورحمة تشترك الله. مسارات المقاومة ونتيجة نعم الضغط على معكم على الجهات هذا، المسلحة. أفادت مصادر محلية معكم بأن 5 أشخاص على الأقل قتلوا، نعم ليرتفع عدد القتلى منذ الجمعة الماضية إلى أكثر من 30 قتيلا من الطرفين بينهم مدنيون، إضافة إلى عشرات مصابين وجرحى. وكان رئيس الحكومة المكلف والقيادي المعارض محمد سالم السندوة قد هدد بإعادة النظر في موقفه ما لم يكن ماهر الرئيس في التدخل بدفع المضاربة المسلحة وإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية التي سيطر على بعض قياداتها القضائية. من جهة أخرى تكون حالة ترتيب منطقة ماج بمخاطرة صعبة شمال اليمن بعد توقف الاتفاق في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وجماعة الحوثي التي تضرب المنطقة، حيث تجري اتصالات فك الحصار على الدلتا. وفي هذا السياق نقل عن المتحدث إن جماعته عرضت على الفلسطينيين المخاطرين بالدماج بحكمة لمدة شهرين وسمحت بمرور قافلة محملة بالأغذية إلى داخل البلدة. وكان الفلسطينيون أكدوا أن المخاطرين ينقصهم الغذاء والأغذية وحليب الأطفال، متهمين الحوثيين بقصف البلدة ما أسفر عن حدوث قبضة بينهم أمريكيان وفرنسيين وروسيين في الوقت الذي صدرت فيه فتاوى بمراجع دينية من أتباع التيار الفلسطيني طالب بالجهاد ضد الحوثيين ويحتجبهم بأسابيع الصراع في شمال اليمن، ولا سيما في محافظة صعبة بين المتمردين الحوثيين والتيار الفلاحي ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. معنا بالصناعة وجمع عاصفة الكوادر المتحدة الأردنية. أهلا وسهلا. صراحة تدور معارك أضالية من قبل نظام الرئيس صالح وأعوانه في مدينة تعز، وتتعرض مدينة تعز لأكبر قصف همجي في التاريخ الحديث، إذ يتم ضربها بالمدافع ومختلف الأسلحة الحديثة، وهي كما تعلمون أنها محافظة مدنية تعتبر ممن بدأت بالثورة في البداية، ويتم استهدافها كما يقول المراقبون، يتم استهدافها من قبل الرئيس صالح ونظامه بعنصرية وبمناطقية وبرغمة انتقامية للدور الكبير التي تقوم به هذه المحافظة، وكونها أكبر محافظة في السكان وأكبر محافظة في العلم والثقافة وفي المجال السياسي. ويتم استيراد بلاطجة أو ما يسمون البلاطجة من مناطق الرئيس صالح، وكذلك القادة العسكريين الذين يعملون في تعز من مناطق الرئيس صالح، فيقومون باستهداف هذه المدينة المسالمة الثورية المدنية بمختلف الأسلحة الحديثة مما أدى إلى مقتل العشرات. نعم، باسندوة هدد قبل أيام بأنه سيعود عن رأيه في تكوين الحكومة الانتقالية، لكن هذا كما يرى مراقبون كثر أن الرئيس صالح يريد بكل صراحة أن يفشل المبادرة الخليجية عندما ذكر أن ليس المهم التوقيع وإنما المهم هو التنفيذ. فمن هذا الكلام وكون ابن الرئيس صالح يقود الحرس الجمهوري وهو والدي الآن في محافظة عدن، فما دام أن أقارب صالح وما دام أن نجل صالح لا يزال ماسك بالحرس الجمهوري، فإن الأمور ستؤدي إلى استمرار هذه المشاكل وهذه الأزمة، خاصة أن هناك اتهامات لنظام الرئيس صالح ونجله بالتعاون مع الحوثيين في شمال اليمن من أجل أن يتوقلوا في مناطق كثيرة غير مناطقهم، ويستمر حصارهم الغير مبرر على منطقة دماجة في صعدة بدعاوي باطلة لم نسمع عنها منذ 20 عاما إلا في هذه الفترة في حال سقوط الرئيس صالح. يستدعي تدخلا خارجيا كوننا لم يتم إعادة هيكلة الجيش
الذي هو أهم مرفق حيوي يساهم في التهدئة أو يساهم في زيادة التوتر. فكما أسلفت أن القيادات العسكرية الأقارب صالح ونجلي لا يزالون يمسكون بالحرس الجمهوري والأمن المركزي والطيران الحربي، وإذا لم يتم إعادة هيكلة الجيش وفق أسس وطنية فإن المشكلة ستستمر والأزمة ستستمر والتصعيد أو المجازر ستستمر من قبل أقارب صالح. شكرا جزيلا.